السلام عليكم إخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا، أتمنى تكونوا بصحة جيدة. الإخوان مرحبا بكم مرة أخرى عند مدرسة مزاغان بعنوان فائدة من ذهب. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم معنا موضوع، أو يكون إن شاء الله اليوم لقاء جديد مع موضوع وله تجربة، وموضوع يعني دوز حقه في الولاعة، دوز كل ما هو تغريد سبتة وكذلك الودانية ومالاغا. هو السيد خالد جوهان، الملقب بالخالد القاضي بن دريس، خالد القاضي بن دريس. فالسي خالد اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمناو باش ما يبخلش علينا ويعطينا التجربة ديالو اللي استفدوا منها ان شاء الله الرحمن الرحيم، نستفدوا منها جميع بإذن الله. وتحياتي لكم الإخوان، فابقوا معنا ومع سي خالد جوهان. السلام عليكم. كيف سي خالد؟ وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام صحيح. ورحمة الله. لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك اخويا الجيد. الله يبارك فيك. توحشنا اخويا خالد. وات اخويا راه ما حضر الصحي. الله يحفظك. لا اله الا الله. كي داير انت؟ كي داير مع الولاعة؟ الحمد لله تساق. انا بادين عاوتاني من جديد من زيرو. الحمد لله. مرحبا بك خويا، مرحبا بك سي خالد. سي خالد معنا الاخوان، سي خالد جهاد ملقب يعني القاضي بن دريس، لانه كان عنده واحد السكن في واحد يعني واحد اللي كان كيقطن فيه شحال هذه، وبقات هذا الاسم ديال خالد القاضي بن دريس. فسي خالد هو من الموالي اللي هما قدام موالي الكبار، دوز التغاريد السبته، دوز الودانيه بشكل كبير، وحاليا ودوز مالاغا وكرجع الودانيه، ودابا جا الكوبيه مالاغا. نتمناو والله باش يتحفنا ونستافدوا منه جميع من التجربه ديالو. مرحبا بك السي خالد عند مدرسه مزاغان بعنوان فائده من ذهب. بلا شك السي خالد بانك يعني مواكب هاد اللقاءات وهاد اللقاءات التواصليه حول المواليع وكل ما هو يعني التجربه ديالهم، خاصه في هذه الامور ديال التلقين. ف المدرسه يعني كتستدعي وكتستقبل. الشرط الاول قبل ما يكون مولوع ويكون عنده تجربه، الشرط الاول هو الاخلاق والمبادئ يعني، والناس كتحبه. فهذا انت الناس عزيز عليهم وعزيز عليا انا، نجيك بالاخر عزيز عليا والله يعمر لك الدار. وراك في دارك، راك في مدرسة، راه ديال الجامع، وتبارك الله عليك. ومرحبا بك اخويا، مرحبا بك. الله فيك، ربي يخليك، ربي يخليك. السي خالد غادي نهضروا ان شاء الله كل ما هو يعني تجربة في اطار التلقين، البداية ديالها يعني ملي كتبدا من التركيبة والفريخات، الماكلة، الزوان، كيفاش حتى كتوصل النهائية النهائي ديال الاستثمار ديال هذاك الشيء اللي انت ضربتي عليه واحد التماره، والنتيجه ان شاء الله. هذا الشيء اللي غنبغيو باش يستافدوا منا جميع الاحباب سواء داخل المغرب او خارج المغرب. تفضل السي خالد. سيدي شكرا على التواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنسلموا على الناس ديال مدرسه مزاغان اللي اتاحوا لنا الفرصه هذه باش نتواصلوا مع الناس المواليع كاملين، ونبداو بالاراء ديالنا ونستافدوا كاملين ان شاء الله. وراك عارف اخويا ربوح راك نشيط في هذا الميدان هذا، انا متبعك من شحال هذيك من المدرسه ما شاء الله، بديتي في الشرح ديال التوقعات وداك الشيء بطريقه اسبانيه، وتبارك الله الحوارات اللي درتي مع الناس كلهم تبعتهم، كان داك الشيء مفيد صراحه للناس كاملين، واستافدوا منه الاجيال القادمه والناس اللي يلاه مبتدئين وداك الشيء، يستافدوا من الناس اللي سبقوهم في الولاعه. ان شاء الله يكون خير هذا الموضوع اللي غنتناقشوا انا وياك عليه. مرحبا. بالنسبه للولاعه باش بديت، اي واحد كيبدا بالشبكه السياده كيبدا يخرج يصيد، كيبدا يتعلم هذا الذكر هذا انتوان وباقي يصيد، كيبقى حتى كيتعلم. ملي كيولي تيعرف تيولي يريح مع ناس، كيجالب الناس، كيبدا يمشي يقلب على شي افكار باش يدخل شي حاجه جديده. اول لقاء ديالي في الولاعه هو مع ناس تاع عين الشق، كان مع حكم ديال الجوار قريب ليا، يعني كان ما كاينش مسافه بعيده. كان الطير اللي غيدخلني الولاعه هو الطير ديال محمد بوصبع ديال سته. اها. كان ديك الساعه داخل القريعه، شريته من القريعه، يعني ماشي شي
انا كنصحبوش انا السبت هذيك الساعه، هذيك الساعه كندير الخلويه. اه داك هو الطائر الوحيد اللي غيدخلني الولاع بسببه، خديته من عنده. شافوا عندي جمال العزوه، راه معروف هادنا هذا. اه جمال العزوه قال لي غدي هاد الفرخ راه كوبيه ديه للدراري ديال العين الشوق، راه كاين الجرده. لا تجاجت اول ما غنديه ديته تمايا. هذاك الطير هو سبابي الولاعه هذيك الساعه عادي، وكان جلال وكان محامي وكان العفو وكان يوسف حكام وكان يعني لمه كبيره المعاشي، وكان طلال الله يرحمه، وكان عشان نقول لك راه قمه، راه هذيك البركه كانت هي الطوب عندنا في عين الشوق، شيوخ كبار يعني بلا ما نكثر لك، راه كاين بزاف اسماء اسمحوا لي نسيت الاسماء ديالهم. هذاك الطير حطيته عادي الغبره، هو اللي قال لي هذاك الطير، قال لي اخويا الطير شنو نقول لك مليح ديال من ديالي، هذيك الساعه ما كيعرفونيش. قال لي الطير العسل في جلد الكلب، العسل المقوله هي اللي غدخلني الولاع، العسل في جلد الكلب. هاد الكلمه راك عرفتي عادي عنده واحد الكلمات حتى رائف كيلوحهم، راه شاعر تبارك الله. تحياتي السعادة جميع الاخوان، تحياتي لهم. تحياتي لهذا المربر هذا، وراه تبارك الله راه مولع كبير. المهم هاد الكلمه هذه اللي خلاتني نتولع الغد ونرجع للقهوه، وانا نقول للسيدي هادي بغيت نسولك الكلمه اللي قلتي لي راه ما فهمتهاش، قال لي اش هذاك الطير راه فيه واحد العيب، كانت فيه تبابه راه معروف هاد الفرخ كيضرب واحد النق، ماشي يضرب تعديده ولا كيضرب شي حاجه ولا تبتويزها، كيضرب واحد بوحي بوحي ديال الحماريطه سموه الدراري بوحي بوحي، ولكن هذاك الفرخ ضرب بداله الثانيه وسمع كاسيت ديال وانا اللي كنخرج حسن بودا من هذا المنبر كنشكرو حتى هويا. تحياتي سيدي. خرج داك سيدي وانا وشدو وحفظو الوقت اللي حفظ داك الفرخ، جبتو اليوم تبارك الله تسيف داك الفرخ ولا كلشي كيهتس به، كنتي كنحطوه في الجرده وكنسمعوه في الجامع ديال عين الشوق، كنصليو العشاء ولا المغرب كنسمعوا الطير تما لداخل كيتكلم بداك القوه اللي عنده والاداء. وسبحان الله العظيم عادي الغبره هو اللي خلاني زعما اجتهدت في الولاعه صراحه، خلاني داك على قلت يعطيني واحد شوكاني واحد الشوكاني صافي تما انا يعني بحال دقاتني الولاعه خصني نجتهد. هي فاش فاز دخلت الطير ديال عبد العالي ديال برنوسي زوا كنشكرو من هذا المنبر ميسو ديال بيخو، وخديت من عنده ميسو اخر ديال مول تهلي تهلي، وهنا فين غتبدا بهاد القصيد ديال الولاعة ديال خالد. غيولي عندي جوج ديال الاتجاهات، الناس كيبغيو الرومية والناس تيبغيو الكلاسيك، يعني الشيوخ كبار تيبغيو البيخو والدراري اللي الجينيراسيون ديالي انا كتبغي الكلام الرومي ديال البودا. اه بدا ديك الساعات الميحك كيبدا، هادو كيبغيو الطير، هذا كيبغيو الطير، لما جبت الطير كنرجع نجيب الطير. بقينا بحال ما هكا رجعنا لمدى التحفيظ، هنا ما حتى ما كنتش كنحفظ ديك الساعه كنت كنشري. يا ديك اضطريت باش نبدا نحفظ، حطيت الفراخ ديال المغرب كامل، كنخرج يعني نصيد نجيب الفراخ كنحط فراخ محفظ. الزبده كانت صعيبه، كندير الشوك، كنديش ما كنعرفش نوكل ديك الساعه. صافي بدات كتبان، بدات كتطغى شويه مراقه في القهوه، باش كتدخل يجي المراد المعريف، هو كنبلغوا لي سلام من هذا المنبر هذا. تحياتي يجي عز الدين، تحياتي لعز الدين فرنسا. تا هو كان كيجي فريخات ديال مراكا، والمحامي اللي هو صراحة القدوة ديالنا الكبيرة في مجال التفقين ديال مراكا الكوفية، يعني كانت واحد تخليطة، تسمع سبتة تسمع مراكا، مني دوك الطيور صافي ماتوا ليا قلبتها مراكا. أول ما غندير السيدي، غندير السيدي ديال الفوليوم 2 الله العظيم، هذاك هو اللي درته بالبايجو ديالو، حافظوا عليه ربعة الفراخ شوك. وديك الساعة الشوك ما كانش كيحفظ عندنا بعين الشوق، ما كاينش كاينش كيحفظ الشوك، كاين غير العش واللي كاين عند الدراري، ونجي كيدير العش خدا من المحامي خدا واحد، خدا واحد الدراري فريخات اخرين، هذيك هي الانطلاقة ديالي ديال الحفاظة. مني غادي نبدا نقلب باش ندير ثاني التراكيب ديالي وداك الشيء باش نحيد البايج وداك الشيء، ما عنديش لوزيسيال. كان ديك الساعة يلاه يوسف الحكام وكان الاستاذ كبير، هما اللي كنت كنريح معاهم، وكنت كنسيب كيخدموا كيديروا لوجيسيال قطاع هادي، وما كنعرفش هذا اللوجيسيال شنو هو ادوب ان 5 ديك الساعه. ادوب ان 5 كان مشهور عندنا في البركه، هي هذيك ما لقيتش اللي عطاه ليا، ما لقيتش، جابوا ليا حميد ديال اكادير استاذ يدير الودانيه،
تيجي دار مراكش هو ولده بالمدون يجي يشوف هويه ديالو في عين الشب بالمدون وكيريح معانا من الصيف للصيف. جا هذيك الوقيته عطاني السيدي ديال اضو ديتو المعمل عندي ديك الساعه المعمل ديال الصبار درتو في البي سي شويه قال لي ها كيقطع انا ما قاريش ديك الساعه فرنسيه قال لي هذا كيفاش كيقطع هذا كيكوبي وراني جوج الحوايج في البي سي. جا تغدا معايا صايب داك الشيء العشيه وفي القهوه نديني مسيدي تركيبه حميد ما فهم والو قال لي كيفاش درتي لهذا السيدي في ظرف نص نهار صايبتي تركيبه وجبتي لنا القهوه وسمعتيها لينا كي دابا ماشي غادي يسكك انا راه عصيبت ها قاديش الزيت انا محاط وقادي ديك الساعه عندي شي بلوقات قاديش ما عرفتش ديك الساعه كيفاش نقطع وكيفاش نركب انا التركيبه ديالي الخاصه بيا. المهم قال لي راك وليتي كتفهم صافي راك مزيان. دازت المده وليت كنمشي كنتصنت الفراخ المصلى يجيو ديك الساعه تحولنا من عين الشوق ريبوا الزرده جينا للمصلى دوك يجيو الفراخ كيتحطوا كنسمع الطير اش كيقول الطير اش كيقول الطير اش كيقول بدات ديك الثقافه ديال الودن انا عندي في الودانيه ولكن في مراكا يلاه بدات كنكتسبها بغيت كنعرف الطير اش كيبغي واش ما تيبغيش وفين تيوحل تما هذيك هي النقطه ديالي فين وليت مجد فيها بغيت كنجمع لي تراك ديال الطيور كلهم كاع اللي دوز اليوم دخل ديك الساعه جاي الخير وديك الساعه سي خالد سي خالد خلي هذا الحمد لله خدنا فكره يعني وبانت لينا الاتجاه ديالك يعني كبدايه ديال الولاعه ديالك ولكن حنا سي خالد بغيتك تهضر لينا حاليا كيفاش كتحفظ كيفاش كدير كيفاش تلقين باش ناخذ الوقت ديالك باش يبقى لنا الوقت تهضر لنا في هذا الجانب هذا. اي واحد ملي كيبغي ملي بغيت ملي كتبغي تحفظ خاصك ضروري تصايب الشريط الاول تركيبه التركيبه انا داكشي داكشي اللي جايك باش نجيبك للتركيبه كيفاش ديك الساعه وليت كنصيفط التركيبه ديالي باش نخرج فراخ اييه هذا كيفاش قلت لك انا راه بديت كنقلب على الفراخ اللي طراك اللي كيضربوا الطيور عندنا في المصلى كنسمعهم وكنسنت صلاه الصباليو حتى هو كنقاد معاهم كنشوف الفراخ ديالنا كيفاش كياديو والفراخ ديال الصباليو كيفاش كياديو اييه وكنجمع لي طراك وملي كنجمع لي طراك ديال الفراخ المارتيجا وكيضربوها الفراخ بزاف لي بيو لي كاسكافيل كنجمعهم وكنطراكيهم كل حاجه كندير لها فيش ديالها وكنحط فيها المعلومه ديالي يعني كنجمع دوك لي طراك اللي كيضربوا الفراخ حيين باش كنكون فكره باش غنصيب التركيبه باش منين نحطها غادي تجيني ساهله ويجيبوا لي الفراخ ما عمرني نخرج قهوي ديما نحفظ هذه هي باش بحال هكا بحال انت باغي تاخذ تركيبه من المقار من منقار يعني خديت الطيور هما اللي علموني كيفاش نركب الطيور اللي حيين يعني ديالك انت وديال فلان وديال فرتلان كنجمعهم وكنتصنت ليهم وكنريح وكنميز وكنشوف الطيور شحال نسبه النجاح اللي كيضربوا ديال الطلوق المارتي جيبوز قيدها با مارتي جاور خاص تكون ضروريه اللي كاسكابي اللي كيمشيو لافراخ جمعها كنحطها كندير لها فيش حيت تجمع التركيبه بهذه الطريقه هذه نهار صيفط التركيبه الشريط هذيك الساعه بدات كنقلب على القرع اول حاجه ما غندخل القرعه خصني ندخل قرعه صغار في باطاس يعني عندهم 21 يوم 23 يوم ملي كندخلهم كنصايب لهم كنقرش لهم الماكله ديال الشوك وكنعطيهم ياكلوا ودائما ترانكي مره في الصباح ومره في الليل كتعاونهم كنعاونهم في الصباح مع الصباح كنعاونهم ملي كينوض مع الصباح كنوكلو التوكيله الاولى وكنخليه ياكل حتى العشيه ملي يبغي ينعس كنعطيه ثاني توكيله ونخليه بات بها باش ما يضعفش الفرخ تموت كنخلي ليه ياكل داك هذيك الوقيته ديال النهار كياكل المقرشل ملي كيبان ليا صافي الطير بدا كيتادابطا مع الماكله وداك الشيء كنحيد ليه المقرشل كنديرو على جانب كنقسم عينفه على جوج كندير فيها المقرشل وفيها الزوان كياكل من هنا وكياكل من هنا الوقت اللي كيبان ليا كيبدا يوصل الزوان صافي عرفتو ضمنتو نبدا نحيد ليه المقرشل وكنكثر ليه الزوان كنبقى غادي معاه غادي معاه حتى كيبان ليا صعوبه كيف يوصل للزوال مرحله ديال الزوال من وراء سيمانه كيفاش غط الطير حتى هكا كيضرب السيمانه ديال الزوال كيفاش غط هذه معروفه لا في شوك لا في عش لا في ميسو ضروري كيف ديفاش غط تما انا كنرومكي واش هذه مزيان واش جيت باش غير ديرهم مسلسل ولا خاوي الا كان خاوي كنخليه مع الفراخ بان ليا جا كي مذكره موجوده داك السبيو كنطقي كنعزلو بوحدو عرفوا راه جاي غادي يمشي مع الكاسيط انا باش غيط ما كيدوش عليا في الفراخ انا عارف الفرق اللي جاي قوي واللي جاي حافظ من الصغر
الا ما كانت عندك هذه القضيه عرف راسك هذا العام راك ما دير والو، واخا طلع عندك الفونداس اللي عندك الكاخون اللي عنده الكاخون راه كيضمن واحد الحق ديال الحفاظه وديال العيوب، لان العيبو كيبقى في الكاخون بعيبو حافظ راه حافظ مزيان. اما انا كنخدم طريقه عريانه طير، كنخدم طريقه عريانه ما كنديرش فونداس وما كنديرش سمي، كندير الطير 3 شهور هو عريان فوندا عريان فاز عريان ما كاين لا بوشيطه لا والو مسمارو كيتصنص ما كاينش الحي، كنديرها السيدي. ها هو السيدي كيكون فيه بديالك عارف ديما انا كنبدا بالتعداد التبتبيت التلقليق عاد باش كنبدا بلي كاسكابيل ولي بلي بليو كنبدا المنفرد بزاف هو الاول عاد باش كندوز للطلقاس متنا ومثلث يعني كنبدا نركب ديك الساعه الطلقاس على حسب طيف المهد ليه الا كنلعب على المقنين ما كنلعبش على الميستو كندوي على المقنين اما الميستو عنده طريق اخرى مقنين هذا هو اللعب ديالو كتلعب دائما طف تبسبيت كتلعب كتبقى غادي معاه بشوي بشوي كتمهد ليه عاد باش كتوصل ليه لسانك شارجمون طلوق واحد ما كديروش مدور كديرو طلوق واحد كديرو في الشارع هذه في البدايات ديالو ملي يكون عندي والله ديك الشهرين الاولى كيبقى يسمع هادشي ملي كيبان ليا الطير عمر الكلام وبدا كيسمي التعداد يعني الكوليات كيسمي الكوليات كيسمي لك تبسبيت يسمي لك شباط يسمي لك غادي يجي كي غادي مع الطير كيعمر الكلام ديالو هذيك الساعه كتبان مرحله اخرى ديال التركيبه الثانيه ما كنخدمش بتركيبه وحده التركيبه الثانيه التركيبه الثانيه شنو هي كندير لي 5 شونجمون نقاس كتترم وكندير تعديده تبسبيت اطلق تعديده مده ديال شهر كيسمع لي 5 شونجمون بحال هكا بهذه الطريقه هذه 5 شونجمون باش الطير كيسهل عليه حتى لا فينيسيو تجي سهله وطريقه اخرى ديال لي 5 شونجمون اللي باش تهرب من الدوبيه راه كان جبد واحد الاستاذ عبد الكبير ديال القضيه ديال التيوا لي سباس هذاك لي سباس ما بين ديال ما بين تيبري وتيوا مهم بزاف الا كنتي ضابط المسافه المسافه ما بين تيبري وتيوا بالودن الا ما تقدرش تجيبها مع بالودن كتجيبها الا جبتيها مغيزه انا عندي واحد جوج تيمبريات يعني تيجي تيو تيو هادو كنخدم بهم ما عمرش شي فرق جا عندي كيضرب دوبي الا ضرب هضره ما مره واحده شي فرق ولكن ملي غيصور غيجيب لك شي وحده ما كايناش الا جبتي تيمبري ولصقتيه الا قربتي ليه تشيوا اول راسك غادي تجيب الدوبلي ولا التريبلي ودائما يحاول بنادم يقلب على التشيوا اللي مزيانه انا كنت كنخدم بواحد التشيوا ديال واحد الشامبيون كان داز عند خالد بوده خالد حمام فن كان عنده واحد الجزر ديال الطبيعه ماشي خديتها من عنده واحد التشيوا ممتازه هذيك خدمت بها سبحان الله العظيم كتخرج التشيوا الواو يعني زوينه مقاده وما كتجيبش ليا العيوب ما عمرك ما تجيب لك التشاها ولا تجيب لك شي حاجه اللي مبشعه ولا تجيبها التبابات ولا تجيبها محلوله مفرشخه ولا تجيبها بحال العطسه لا كتجي التشيوا ديال بصح كتسمعها حيه وخديتها من طير ديالي الثاني اللي يضربها حيدتها من الاصل اللي كانت عندي في التركيبه ومن حفظ عندي الطير الاول خديت ديال الطير اللي حفظ عندي دي باش جابها بديك على اساس التركيبه كوبيه ما بقاش في النمط الاول اللي كانت فيه بقيت غادي بحال ما دابا الطير ملي كيوصل عاوتاني للمرحله الثالثه ديالو شنو هي وهو ملي كيبدا كيتكلم الطير كيبدا يسمع تبسبيته كيبغي يخرج يفرض راسو يبدا يبغي يجوبك باللي زابيل لاطاك ديالو ابيل لاطاك ديالو هذيك تما كاينه خدمه اخرى عاوتاني هذيك كتبغي تبعد الكلام على الطير تبعد الكلام واحد 6 متر 7 متر بعيد كيسمع الكلام بعيد ودائما دير لي سباس بين طلوق وطلوق دير لي سباس بعيد ما كنديروش خاوي هذاك خاوي صعيب لان عرفتي علاش حيت ما خدناش بالصنادق كندير لي سباس بالتبسبيس والتعادل ندير مثلا 4 دقائق ديال التبسبيس والتعادل والتلقليق عاد كنجي للطلوق باش الطير مني فين هو يبغي يضرب مثلا يسمع تبسبيسه ولا تلقليقه وبغي يضربني بابيل داتاك ما يوصلش عليه الطلوق ديال 5 شونجمون يدير ليا مشكل ولا عندي رول مو فيه ولا يسمع تشيوا هو بغي يخرجها ويسمع تشيوا معطلة وخضر يضرب تيمبي علاش كتقعد مرة تفرح كتبقى تشيو كيجي بالك بلا ما يتكلم يكون الطير كيسمع الكلام وكيبغي يبدا يتجاوب مع الكاسيت ولا مع الطير كيبدا يزرق هذاك لي سباس مهم كيبدا يبسبس ويسمع تبسبيت ويسمع تلقلي وداك الشيء كتلقى هو ضرب واحد ابيل ولا جوج باقي ما وصلش ل 5 شونجمون وهذيك الوقيته
كيخرج هو الطلوق واخا يقدر يخرجوا غلط يضربوا صحيح هو كان كيتعكل فيه كيوصل الطلوق اللي غيوصل ليه كيجاوبوا صحيح كيلقى صحيح كيصحح ليه. هذه هي مهمه في الطيار وما كتجيكش في الرولمو وما تجيش في الانشيرمو ودائما الطير سبحان الله العظيم كيجي كيجي صالون كنلعبوا على الطير ديال الصالون ما كنقولوش على الطير ديال الكونفو يجي طير كيفرج. المرحله الثانيه ديالو ديك الساعه راه كتخدم معاه ملي كيدخل البداله راه هذيك الساعه الطير عاده باش كيولي يفرض راسو كيولي كيضرب طلوقات متابعين وداك الشيء ولكن ديك المرحله ديال لي سباس مهمه بزاف. وعاوتاني قضيه اخرى ملي كنسمعت انا الطير كيتعكل في شي طلوق عندي البي سي كندير ليه هذيك اللعيبه اللي كتبقى دير الروتور ديال الطلوق كتبقى تعاود فيها كديرها كتعاودها الريبليت هذيك الريبيت كنشدها كنديرها في داك الطلوق اللي واحد في الطير يقدر يسمع نهار ولا يومين كنسمعو ضربو صحيح عاد كنبدل ليه التركيبه نخليه يسمعها ندير عليه بالتبسبيس والتزاوق ونخليه داك الطلوق ملي كيصحو سبحان الله العظيم كيبان لك الطير في المستوى جاي مغيس. هذه هي الطريقه باش كنخرج فريخات هذه كنديرها مجربه. واخا سي خالد سمح لي دابا انت هضرتي لنا على الطيور ديال ستيبات ديال الشوك ستيبات يعني ما فيهمش واحد التماره بحال اللي ديال العش ديال العش تماره فهمتيني العش فيه تماره حنا واش ما كديرش انت العش كاع بتاتا ما كديروش ولا فيت منك درتيه؟ لا داد مؤخرا انا كندير لك هادشي قديم مؤخرا وليت كندير بياسه ولا جوج واخا هادوك ديال العش اعطينا شي فكره كيفاش الماكله واش من ماكله وكيفاش كتوكلهم وكيفاش كتمشي معاهم. هاد ديال العش اخويا بعض المرات كنمشي نجيب عش مثلا في كنعزل ديما ثلاثه الذكوره انا كان في خمسه نتاوي كنحيد نتاوي كنخلي الذكوره هما اللي كنخدم عليهم كندير لهم صغار باقيين صغار كيبانوا لي الذكوره كنعزلهم هادوك كنشدهم كان اما كناخذ السوق ناخذ الباطي ديال برا يعني افانتيا ولا اديزناف هذيك الساعه كان يكون سهل عليا الماموريه ما عنديش كنمشي ناخذ كيلو ونص ديال الزوان كيلو ونص وكناخذ مسكين الزعق وكناخذ رابعه ديال الخرطال زريعه كحله مسكين وزريعه كحله مسكين وزريعه كحله وكيلو ونص ديال الزوان ورابعه ديال الخرطال هذه اللي ما عنديش الافانتيا ولا ما عنديش سميتو الباطي. المهم لحر الباطي غير الطير عندك يطلع سهل كيكبر دغيا حيت فيه الفيتامينات بزاف ما كيتعطش كيضرب عندي شهر كتلقى زون صافي كيخرج فورما زوينه الا ما عنديش كندير الزوان هو كيتعطل كيوصل حتى شهرين شهر ونص هو باقا كيتورانكو باقا كياكل كي سميتو حتى زوان وداك الشيء كيتعطل الفرخ ما كيطلعش دغيا يطلع بحال شي ولد البور نقول بوري ما تنقولوش بارك الله صحيح حيت الباطي فيه فيتامينات ما غاتلقاهمش انت الزوان ما فيهش بزاف الزريعه ما هادشي عادي كيطلع يتعطل شويه الفرخ ملي كيكون ديك الساعه كنوكل في الطير ولاد العش عندهم طريق اخرى ماشي بحال الشوك ولاد العش خاصك دير لهم عر تبسبيس وتزاوق ونقطف مده شهر هما كيسمعوا فيه صافي كتبقى توكلوا الطير بحال ما كانت الطيره دابا حداك هنايا كتوكل فيه وكيسمع الكاسيطة فيها مقرطف ما فيها لا سينك فونجمو ولا والو عاد تزاوق وطلوقات مقرطفين صافي شي اللي كندير ليه ملي كنسمعو بدا كيبش غط عاد ديك الساعة كنبدا نعزل الطير حيت ديال الشوك صحيح ديال العرق اش كندير ليه كنعزلو بوحدو بعيد على ديال الشوك وبعيد على المساسة كنحطو بوحدو في بيت واحد خاص به كنعزلو وكنخليه يسمع راسو وعريان ولا بغيت تكسب الطير ديال العش بحال الشوك خليه عريان يحفظ ثلاث شهور عريان كيدير الموستاج وكيدير بواتري مارو هذا باش كيدوز البوشيطه كيتسد عليه هذا باش كيبدل هذا باش من يبان لك قصب وبدا الفينيس باقي ما جابش ذاك البريو ديال الريش كنخرجو من البوشيطه وكنديرو ثاني في المسمار باقي كيبان لك مخشب كنبدا نعوم فيه في بلاصه. قول لي السي خالد قبل هذه المرحله هذه كيفاش كتزونوا؟ كنعرفوا حنا القضيه ديال الفطيم صعيبه، شنو هي الطريقه باش كتفطم الطير باش كيدوز للزوان؟ انا دابا الطير دابا ملي كتكون كتوكل فيه ملي كيوصل نسق الزيبه مثلا كيبدا يبان لك هو كيمشي للسلك وكيمشي للعود يبدا يخبش. انت ديك الساعه خاصك تعطيه بعداك المقرشن. كتقرشن ليه الماكله، كنقرشن ليه غير الزوان وشويه الميلونج اللي ما فيهش النيجير. الميلونج اللي ما فيهش النيجير كنقرشلو وكنخلطو مع الزوان وكنعطيه ليه. كنديروا ليه في المعلفه وكنوكلوا
واخا كيبان ليا كيبي كي ما كنقربش ليه ما كنقصش ليه الماكله كنبقى غادي مع عادي حتى يبان ليا الطول ديالو كبرات عاد باش كنبدا نقص ديك الساعه كيبان ليا راه وصل لبلاك يضرب شويه هكا ويضرب شويه هكا ديك الساعه كنبدا نعطي نفس الطريقه ديال الشوك كندير ليه وحده في الصباح وحده بالليل وحده يصبح عليها وحده كينعس عليها وبنهار كيبقى كياكل داك المقرشن حتى هو نفس الطريقه بحالو بحالو بحال الشوك ومن ناحيه العمان ومن ناحيه العمان وتشماش لاج هذاك ضروري الطير عنده واحد نص ساعه ديال التشماش ضروري هذيك العمان خاصك على الاقل واحد ثلاث مرات في السيمانه ضروري عمان وضروري دير ثومه وماء الخل خل تفاح ثومه وماء الخل خل تفاح خل تفاح الماء ديال خل تفاح وكدير مع الثومه والماء وكتقطر الشوك كتجي فيه واحد الريش زوين وبارك الله كيزي ممتاز وفي البداله كتعاونهم بشي حاجه في البداله كتعاونهم بشي حاجه بشي كنعاونو بالفيشه ديال زرعه كتان صافي فقط فيتش في السيمانه هذيك فيتش ديال السيمانه ديال زرعه كتان عرفتي واحد لابوتي كتخرج في الطير كيدير مارو مارو الصفر صفر لورونج كيدير زعما داك الشيء كيخرج هكا كيخرج مزيت هكا كيدير كيجي زوين في البداله ديالو هذيك زرعه ديال الكتان راه مفيده للطير عارف مره في السيمانه ما تكثرش فيه بزاف دائما وقول لي دابا العش نرجعوا للمرحله ديال يعني تزون حنا كنهضروا على العش دابا المرحله ديال وود ستيبات فتناها يعني وصلناه للمرحله ديال بدا كيفرض الوجود ديالو ولكن العش قلت يا خويا خالد كتعطيه غير تزاوق تعاوق مقرطف وقتاش كتبدا تعطيه الكلام وقتاش اش من الوقيته اللي كيوصل فيها واحد شهرين شهرين وين شهرين عاد باش كنعطيه هو التلوقاس ديال 5 شونجمون ولا انا العش عنده بحال قلتي كيكون ناقص على الشوك ما عندوش ديك القوه في الكلام ملي كيبغي يبدا يتكلم كتسمعوا في الاول كيجي غالبوا الكلام كتسمعوا كيبدا يزين في الكلام كتسمع الزكارة في الكلام فهمتي كتسمعوا كيبدا الطروغيه ديالو ماشي بحال ديال الشوك كتبقى سبحان الله العظيم كيتكلم تلقائي مسلسل الكلام ديالو ملي كدير هاد ملي كتسهل عليه والمأموريه ما كتعطيش 5 شونجمون بحال كتسهل عليه كتعطيه المارشي جاوب وحده تعطي لي كاسكابيل بوحده تعطي لي الميو بوحدهم كتعطيه تبت بيت كثر ليه تزاوق كثر ليه زعما عطيه كثر ليه تزاوق وكثر ليه التعدد حيت هو العش يقدر يهز 8 ديال الكوليات ماشي بحال الشوك كيبقى عامل على عام باش كيبدا يزيد ملي كتكثر ليه هذاك الشيء مع المده ديال شهرين ديك الساعه كتبدا تعطيه لي 5 شونجمون صافي حيت بان لك صافي تطلق ليه لاكورج ديالو قالت لي الانسان ديالو مع الكلام دابا باش غلط بدا يسمي الكلام ديال التعادل صافي كتسهل عليه كتعطيه لي 5 شونجمون سبحان الله العظيم كيجي ممتاز دابا ذكرتي خلال يعني الكلام ديالك بانك كتحفظ عريان الطيور شحال المسافه ما بين الطير والطير شحال المسافه وفي حالات الطير سمعتي شي طير جاي يعني راه كنعرفوا حنا من التبجغيط من اللي كيبدا يغلق الكلام وكيبدا داك الكلام منفوخ كتبان لك كيبان لك الطير واش هو معاك ولا ضدك كيفاش كتعامل هنا فين تيكون المولوع اللي عنده الودن اللي عنده الودن كيميز في هذه القضيه ديال التبجغيط اللي عامر ملي كيبدا يعمر الطير كلام كيبان لك واش غيخرج فيه الحصى واش ما يخرج فيه الحصى من تما كتعرف واش هذاك مولوع ولا ماشي مولوع انا دابا اش كندير اتصور كندور لك على الطيور ديال الشوك ودير الشوك كنحطهم تنقول ما بين الفرخ والفرخ ما كايناش واحد من با ديال الشبر بيناتهم مسمار هذا الحيط كله عامر تلقى 20 فرخ معلقه طير حدا طير دابا ملي كدير طير حدا طير ديال الشوك كيبقى يبسبس ولكن اذا طير في بيت وطير في بيت كيبداو يهدويو كيبدا باش غتقبل الوقت كيبدا يسمع تبتبيت ديال الخوف كيبغى يجاوبو ولا جاوبو صافي خرج شي الفرخ خاص دائما يكون واحد لي سباس قريب ديالهم بحال هكا باش هو كيبقى عاطي التبتبيت والماكله وكيتسنس الا بغى يبغى يدوي كيقول لي بتبت لي الاخر كيسكت وكيبقى تبعه بات 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 التبتبيت صافي شي اللي كاين مده ديال شهرين عاد كيبدا الاتساع وفي كنسنط ليهم انا ما كنسنطش ليهم بعض المرات يكونوا معلقين لا ملي كيضرب عندي الطير تقريبا واحد الشهر ديال الشوك هما كيكونوا قراب بعض ياسم كنبدا نخرج بواحد بواحد نخرج مشمشم وكنسنط ليه هذيك الوقت ديال التشبيش تما كنبدا نبتبت ليه انايا ولا كنخرج التليفون اللي ما كيعرفش يبسبس يخرج مع التليفون في التبسبيس كيبسبس الطير كيشوفو كيبدا يجاوب راسو
بعيد على خوتو كنخرجوا انا كنخرجوا الزنقه ونشمشوا بدا ندير لي تبقى كيبداو يدي يتكلم كنعرفوا تمايا واش جاي ولا ما جايش بصح بصح هذه المساله ديال العريان المساله ديال الطير العريان باش كيمتاز على الطير ديال 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 المغطي هو بقوه الاداء والصحه يجي صحيح ياكل مزيان دابا المظلم ما كياكلش بحال العريان خاصو قوه كثير هذيك المده ديال 3 شهور هي المهمه كيبني فيها الجسم ديالو الا دابا تجتي باقي الله عنده تقريبا 16 يوم باقي الله طير ولا 18 يوم تكون يلاه باقي تابع بواه يلاه تابع بواه كيوري ياكل شويه الشوك ياكل ما باقي ما اكتملش في القوه ديالو ما تشمش مزيان ماكله كارم بزاف في الخلق ملي كتجيبو انت خاصك تتعوضي داك الشيء وبشوف خاصو يشوف ثاني حتى المكان فين حاطو انت الرونتوراج هو مهم كيبدا يعرف الدار ديالك فين كاينه ويسمع اولاد عندك يسمع التحركات ديال اولادك وداك الشيء يبقى كيشوف هذاك الشوفان وديال التحرك ديال الدراري اضابط مع الجو يتأضابط مع الجو ونفس الوقت ما تيخليش يركز شي حوايج اخرى مع الطيور اخرين كيبقى عنده جوج الحوايج كينتبه للرونتوراج كيتصنت التركيبه وسبحان الله العظيم ديول الشوك عندهم واحد الميزه على ديول العش ديول الشوك سبحان الله العظيم انا عطاك لي بيريود ديالو في الشهر الاول كيسمي كلاب اللي عنده 18 يوم جبتي باقي صغير يلاه في الشهر الاول تيسمي كلاب ديول العش سبحان الله العظيم كاينه فيهم واحد الراسه كتجي في الاول كتبين لك من الشهر الاول كتبين لك مسمي الكلام كتسمع تعادات تسمع غادي كيبين لك يسمي كاين واحد النوع كيبقى كيغوص بحال شي بحال شي فلانس كيزوي ما كيسمي حتى حاجه كتسمع عز كرم كيزوي بحال شي واحد معكس فيه الكلام المهم كيبقى حتى كيحمر دابا باش يبدا يبشغل شوف الفرق ما بين الشوك والعش يبقى حتى كيحرق شي يبدا يبشغل عاد باش تخرج من بدا من البوشيطه عاد شي يبدا يسمي شويه كيبدا يسمي دابا كاينه اخطاء كثر بعض المواليع وغنسولك عليها السي خليل دابا بعض الاخطاء لا في الميستو ولا في المقنين كاين بعض الخطرات بحال هذه المساله انت حاط 5 6 ولا 8 ديال الطيور بان لك يسر لك الله واحد الراسه بان لك الكلام باش غت جاي كوبي جاي من داكشي اش كيديروا بعض الناس كيقول لك هذا من اللي هو جاي بحال هكا نبقى خليه مع الفراخ باش يتبعوه كيصدقوا هو خارجين عليه هاز منهم شي تعديده ولا شي حاجه في نظريتك انت بغيناك تعطينا شي فكره ملي يبان لك الطير مزيان كيفاش كتعامل معاه انا الطير قلت لك قبيله كنقول لك كنخرجوا للشمس مثلا كنخرجوا بعيد على الدار كنخرج واحد بواحد حيت ملي تيقول لك تكون قراب ما تيدويوش كيبقاو غير تبتبيت ملي كتخرجوا الزنقه كتسمعوا الا كان جاي مزيان راه كدير ليه واحد البلاصه خاصه به كندير ليه بلاصه خاصه به وكندير ليه الشريط ديالو يتصنت ليه يبعد على خوتو هذا اللي بغيت نضمن انا بغي نخرج هذا العام طائر فينو بالمواصفات الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين العام انا بغي نخدم على طائر ما بغيش نخدم على 50 ولا 60 بالنسبه لي انا ما تنخدمش بهذه الطريقه ديال الواحد هو اللي كنعتمد عليه الا بغيت نخرج الكم مثلا 4 ولا 5 ولا 6 كندخل مساته هما الاولين مساته كندخل مثلا في شهر واحد في شهر جوج دابا الميستو سبحان الله العظيم دابا القليل اللي كيعرف هذه القضيه هذه الميستو كيجي فينو في الاول شهرين الاولى كيبان لك فينو كيتكلم ما كيضربش العيب وهو كي اونشيني تسمع الرول مو اونشين مو فيه في الاول هذيك هي المرحله اللي تخرج فيها ولاد السوق كتجي وليدات السوق كتحطم عليه اول اللي ورا غيخسر جي ورا غيخسر ولكن كطبع به شوك ملكي هذاك التمجغيط الاول ديالو يكون جاي مسلسل كيجي فينو ما كيضرب لا عيوبات لا والو كيبدا بحال البقوط كيبشغط مسلسل بعد ديال الشوك كتقرب وحده 15 يوم الله يعاون ماشي مهد ليه الطريق ماشي مهد ليه الطريق ديال الكوبيه حيت دابا القرع اش كيدير دابا القرع ديال الشوك كيتصنت لك برا منو كنت جبتي هذا الموضوع ديال كيتصنت البشغيطه يتصنت التعديده يتصنت بالفكر يا شما في البلاصه علاش دابا ديال الدراري ديال كيقول لك القرع الاولين خايبين ما راه ما خايبينش انا كنديرهم بزاف كنعتمد عليهم القرع الاولين القرع الاولين احسن من القرع الاخرين الوسطانيين والاخرين هذوك الاخرين بعد ما تقطعش شي طار كيقول لك حفظ عند شي واحد ولكن بالنسبه للتجارب يدرس الطيور الاولين تيحفظوا بنسبه عاليه على الطيور الاخرين علاش نقول لك السبب اخويا ربي
شنو الطيور الاولين ملي تيكون زاد الطير كيكون باه صايل ابيل داتاك كيتقع كيخبط فيها يعني صايل يتكلم لي زابيل داتاك بان باش يطيح النتوه باش ياتاكي لونتوراج ديالو على الطيور انا راه عندي عش هنا قرب حتى واحد تبقى ديما الطير هنا يعشو وجاري على خوتو يدي جاني من ديك القوه ديال الصوت ديالو بان راني مفرخ ما يقرب حتى واحد للبلاصه هذه الطير الصغير ما يقدرش يهز لي زابيل داتاك في الاول تقول لي واعر اللي غير يخوه سبقوا مثلا خرج هذا التفريخه الاولى خرجت مشينا بغينا ناخذ التفريخه الثانيه خوف الشجره كيمشي كياكل ويا كيسرح ويا الاخر دار الموستاج بلا كيفاش غط كلام بواه وحط معاه خو صغير ستيبات في الشجره كيقيل كيبدا يدوي عليه اول صق ليه التعاد علاش كتلقى المرات فراخ كيخرجوا فيهم التعاد الليل يخرج فيهم حصور راه من خوه خوه كبر منه هو اللي صق ليه هذاك العيوب لانه كيبدا يضرب على العيوب توا في الخلا باقي صغير كيضرب لك عر انا سمعناهم هنا كنكونوا صيدوا كنسمع طير باقي كيفاش غط تسمعوا كيفاش غط كيضرب العيوب كيضرب الخلويه والعيوز وحده خو ستيبات صغير تفريخه الثانيه ولا دير شي واحد اخر حتى هو جاي صغير كيسمع الفراخ الاولين تيكونوا باقيين ديك الساعه كلشي صغير ما كاينش شي واحد داوي في تماش غير كتجيبهم سبحان الله العظيم تيخرجوا فينو هو سبحان الله العظيم دابا شوف دابا هذا الشيء ديال هاد المسائل ديال القرع ستيبات وما كتبقالاش شتي نهار زيد تقدر يعني ما تكسبش فيه طير نهار قل فلاش ديالو في الخلا تقدر تكسبو هو نهار على نهار كيتزاد كيثبت هذاك الكلام اللي كيسمع تقدر قد ما قد ما كان صغير قد ما كيكونش عندك لي ريسك هذا هو هذه النقطه اساسيه قد ما كان صغير يلاه هذا اللي اييه هذا اللي تيخدم يعني كحله القمقم ديالو باقي كحل كامل بحال زريعه كحله قبل انا ما تنحملهمش اخويا وربو ما كنحملهمش شي هذاك اللي كيقول لك خذ فرخ عنده قمقم هذا فكره خاطئه خذ من قازرك خاطئ ما صدق عاد بعض الناس يعني اسمع بلاتي يا خويا ربو هربو اصبر اصبر انا نقول لك الكلمه وخذها من عندي هذه تجربه مرحبا مرحبا تجربتك هذه مرحبا دخلتهم لا راه دخلتهم كيحفظوا ولكن كيجيبوا العيوب انا كندوي على طائر فينو مثال طائر فينو كيتكلم مزيان مقيمه فيه عيوب خير من العيوب شتي الفراخ اللي كيجوا زوينين هما المونطاي وفرق خلاب عسلي شنو هما؟ يكون عسلي يكون خلاب يكون مونطاي موان طاي ما يكونش غرون طاي ما يكونش بتي طاي ما يكونش بارفا بارفا راه قليله في بارفا راه كتحفظ ولكن كتجي فيها العيوب لانها حيت هي قبيحه بزاف وعندها واحد من ناحيه الراس من ناحيه الراس من ناحيه الراس هي نيرفو الماجور ما تيخدمش للحفاظه تيخدم الكريه الكبير غرون طاي موان طاي ديك الموينه ويكون خلاب واحد صغير هو كيكون هو حتى في الخلاطه صغير راسه دابا تيكون راسه اي كيكون قبيح هذاك كيتجاوز دغيا كيحفظ دغيا لانه قباحه عنده لي زابيل داتاك واعر هذاك يقدر يجيب عيوب انا كناخذ دوك المونطاي سبحان الله تيجيو باردين تيجيو يكونوا هما كقابل كيبغيو يحفظوا على الله العظيم داك المونطاي قليل اللي تيعرفها ويكونوا بيسكويين وكاينه ماركه اخرى بيضاء جوج فراخ جوج حوايج كيحفظوا في الفراخ كاينه البيسكوي اللي ظهرها بيسكوي وكتلقى عندها الرماج مشرط ما تكونش منقطه ما تكونش منقطه كتكون مشرطه وكاينه واحد الماركه اخرى بيضاء بيضاء تلقى بيض صدرو بيض ما فيش حتى حاجه هنا كله بيض من هنايا وعنده الظهر ديالو وردي مفتوح على البسكوي هادو هما جوج لي راس اللي مزيانين زائد المخلاب تيكون شويه ما طويلش بزاف تيكون مويان وتيكون عريض عريض من اللور وعريض حتى من القدام ما يكونش رقيق من القدام العين كتكون كاس ما يكونش فيها اوفر شي تقويسه كورت تقويسه كتكون دايره خاتم الرجلين يكونوا ما يكونوش كحلين يكونوا عسليين ما عمار وشويه باردين ودائما الانسان يقلب على الفراخ اللي يكونوا في اللي كيعيش في المناطق اللي تكون فيها بحال الزيتون قصير ما يكونش الشجر عالي بزاف الشجر قصير الشجر قصير يكون في البلاصه اللي يكون فيها لونتوراج اللي كيتحرك يمشي فيها الحفلاح الصيان السراح كتكون فيها كتعجب الناس هذوك فراخهم كيجيو ثابتين يجو تال بلاصه كيشوفوا في صغرف العش كيبان ليه السراح كيف الفلاح كيحصاد كيشوف داكشي كيكون قريب العش ديالو تيكون تم ملف تال البشر بصح ملي كتشوف كيسهل عليك كثر قد ما كان ملف الناس مزيان كيسهل عليك الامور هذه اخرى خويا ربوع في قضيه التوكال ملي كتكون توكل الطير حاول توكل الطير وعليه ما تقربوش لك شوي يولفكش يبدا يقرب يبدا يخرج من يبدا يكبر يبدا يولف يا ربي ديما بعد واحد ديما ما تدصروش زعما ديما وكل وعليه علقوه في مسمار عالي حيت دابا لو بقيتي ثانيه كتوكل فيه هو قريب لك دائما كيبدا يشوفك كيبدا يبكي كيبدا يترعد عليك ويبدا يبكي
وانت في الفطيم كيجيك اي صافي غيجي صعوبيه الصعوبيه ديرو في الفطيم اه انا لاحظت حتى في المسات في المقارنين يعني جميع الطيور اللي كتوكل دائما حاول تعامل مع قاصح ما تعملش مع رطب بدا تحن فيها وداك الشيء العام اوكل عطيت صنت خليه قربش لي بزاف باه الماكله كاين هذه العوامل اللي كتخلي ثاني الطير حتى هو ما يجيكش ثاني كيبدي يهيج عليك وما يجيش ثاني وما تلعبش معاه ثاني بدا كاين اللي كيدير زوان وكيعطي الفرق يبدي يلعب يبدي زعما يقولها منعدلو لا راه غادي يجيك الدس كيديك ساعه خطا كبير هادو من الاخطاء اللي كيديروا الناس وعاوتاني واحد القضيه اخرى خويا ربو ملي كيبدا ثاني الطير كاين الاخوان اللي كيبداو ثاني الطير يلاه جاي كيبدا يضرب لي زابيل واحد لي زابيل وحده باينه يعني مفرزها يعني كيضربها تلت شيوا مكملها 5 شهور مكامله يبدا يثبت ليه باش يسمعوا فين وصل هذاك خطا كبير ياخذ من عنده داك التثبيت وياخذ خاطئ ويجيبو هو دقدقي ولا كاين التثبيت ديالك هي كاين واحد راسها كتهز التثبيت ديال بنادم لا انا غنمشي لطريق اخرى انا طريق اخرى غنقول لك اشنو كيوقع تيولي الطير محدود يبدا يضرب لك لي زابيل الاولين الفرحان بهم باقي يلاه هما اللي ساهرين عنده واحد التلقائيه فيهم كيسربكم دغيا انت كتثبت لي كيجاوبوك دغيا كيولي هذوك هما لي زابيل اللي عنده بحال انت بلوكيتي باش يبقى يتجاوب معاك باش يتجاوب معايا نقول صافي خاصني نوضو باش يتكلم وانت راه هذاك كدير فيه خطا كبير كيبدا ولدي يفرح بحال ابيل طاطا كيديرها هي اللي هي لا باز كيولي هي اللي كاينه عنده ما كيبقاش يمشي لك طرقات اخرين بصح تسمى اخطاء ديال المواليع كيديروا بزاف قول لي بغيت نسولك على واحد المساله دابا واش فيتها طرات ليك دابا انت جاي عندك الطير تبارك الله جاي حافظ جاي طير مزيان فرحان به وبين الكلام وضح الكلام هذا وقلب البداله يعني انت كنت قاعد يعني كتسناه باش يصور القلب واش ممكن الطير تعاود تخدم معاه كدير شي اجتهادات يقدر يدور يقدر يزيد يقدر كيفاش كتبان لك هاد الامور هذه بالفرحات عليا هذاك الفرخ اللي كيدخل ليا بالفرحات عليا الطير اللي كيضرب جوج بدالات في عام واحد هو قرع هذا كيزيد يطبع كيزيد عاوتاني السيدي كيزيد يطبعو مزيان انا قاع وقع لي واحد الطير بحال ما كان داز عندي واحد الطير صنت لي واحد الغولو على ذاك الاسم ديالو عجبو بغاه من عندي المهم دا يتصنت لي جابو لي سبحان الله العظيم ويدخل لبداله باقي مخلبو كحل مخشي بالفرح دخل لبداله ضرب عنده هو بعد 3 ايام كيتصنت لي باغي كان باغي يشري المهم دخل لبداله عندي في الدار جبتو دخل لبداله حطيته واحد اليوم وعريان والله الا عريان ما غطيتو ما والو مع الليل بحال ما كنسمر انا كندير الفوندو وخلي عريان وبدا كيبان ليا في الفوندا في الريش وخليته كاك ما غطيت ما والو خليته هو سكت بدا كيسوس يسوس يسوس سبحان الله العظيم وكيتصمد عرفتي كيخرج داك الفرح ما شاء الله ريبيرتوار كلامه اللي كان صحافظ كلامه انا حتى باش الشريط راه الشريط ما كنخدمش بواحد انايا نخدم ثلاث اشريطه هذه سر ديالي كندير ثلاث اشريطه علاش حيت كنخدم بالشوك دابا الشوك ماشي هو العش ماشي هو الميسو الشوك كنلعب عليه بزاف كندير ثلاثة تراكب دابا الا غنخدم مراقه مثلا تنمشي كاع القواعد كلها ديال المراقه كنحطهم في ثلاثة اشريطه يعني هاد الشريط كنبدا فيه نفس التعادل اللي كاين هنا كيبقى اختلاف في الحطاس مثلا المارتيجا ودرتها مع تولويلا ولا مع بليبليه ولا مع هذاك كنعاود نختلفها ثاني في حطه اخرى المهم كنخالف ليه الكلام كل سيدي كتلقى في الطريق ولكن نفس في السياق لا مراقة ما كاينش زعما حاجه اخرى دابا الطير ديال الشوك ملي كتفرض عليه سيدي واحد عارف راه غتخرج الا طحتي في راسها غتخرجها طير واحد وشي اخر ما غيحفظش ظلمتيهم بحالنا بحالهم راه امم مثلكم حتى هما كيتشهاو داك الشيء اللي بغيتي حيت كاين دابا اللي هاد التركيبه فرضتي عليه ما يبغيهاش يهز لك منها شي حاجه خفيفه ويجيب لك كلام والدي علاش حيت ما عجبتوش التركيبه ولكن ملي كتفرض التراكب على الطيار كتسالي الاولى وتزيد الثانيه وتزيد الثالثه هما كيسمعوها هذا كيمشي يهز من هنا اللي بغى وهذا كياخذ اللي بغى وهذا كياخذ اللي بغى كتعطيهم هذيك الشكيلات وهو كيتشهى الفرق كيبدا ياخذ اللي بغى ما كتفرضش عليه شي حاجه انت هو ما باغيهاش وانت فارض عليه غيجيب لك العيوب يا اما يجيب لك حصورات واما يجيب لك شي مشكل ديال الجنون ديال الفراغ كتوقع للدراري بزاف هاد القضيه وهاد القضيه هادي بعض المرات كيخرج لك الطير بعض المرات كيمشي سيدي واحد انا كنت دابا خدام قد اطرات لي انا كيمشي ليا سيدي واحد عجبو وصافي ودوك جوج اخرين ما عاجبينوش كيزيد داك السيدي من وسط الفراخ اخرين كيجيو فراخ اخرين هازين من هاد السيدي
وهاز من هذا السيدي وهاز من هذا السيدي، كيجي تاني كوكتيل واحد طير هاز من هنا وهاز من هنا ثاني هذا كيجي ما شاء الله. يعني الشوك ماشي هو العش، والعش حتى هويا القضيه اللي قلت لك هو خاصك دائما تمشي مع ضربه ضربه، ما تعطيش كلام كثير في الاول، لا قويتي ليه كلام عارف خاصك تخرج عيوب طير، راه غيبين لك في الاول جاي مزيان ولكن ملي يبغى يبدا يصول يخرجك في العيوب. ولكن الا مشيتي معاه تدريجيا سبحان الله العظيم راه واحد المونغوليا هما راه ما تيكونوش كاملين، ما تيكونوش كاملين بحال ديال الشوك، ولكن الا درتي لهم ديك الطريقه اللي قلت لك ديال العرق 3 اشهر كيخرج بحال الشوك الصحة وما كيخرجش كيدور، لان حيت كيبقى كيشوف راسو بزاف كيعرف الذات ديالو كامله، حيت دابا دير اغلاط الظلمه المقرين، الظلمه كلها مقرين كتخلق لها مشاكل الظلمه ما كتحملش. وشوف حنا كنديروه بعد الشوك كبير 3 اشهر وكنديروه في البوشيطه وكيتقبها، راه كتشوف هاد المرات كيبان لك تقب البوشيطه علاش باغي يشوف. واخا يخدم بالكاخون، واخا يخدم بالكاخون يدير يخليه عريان في الكاخون. اييه ولكن الكاخون عاوتاني خاصو يعريه في الليل، لان الكاخون كيدير لازماتيك، كيدير ازما ازماتيك الفراخ بالحبال الصوتيه واعر كيتسد، يقدر الا سديتيها ثلاث ايام ما حليتيش لا يومين يقدر الطير يموت لك. اللي كيموتوا لي اللي كيبدا مسكين كيلقاه كيحل فمه وكيبان لك ما بقاش يقدر يعيش. لا خاصو يعري عليه، يعري عليه، تعري عليه من الليل الليل، لان بالليل صافي الفراخ صافي ساكتين، يعني ما كاينش الطيور المغرضه اللي غادي تعيب لك الفرخ، حل ليه من وصل المغرب عريه حتى تبغى تنعس عاود سد عليه. قول لي سي خالد، دابا الطير خرج مزيان كسبتيه وصلتي وصل دوز العام، انت هذاك الطير باغي تكسبه، وحنا كنا يعني الطير اللي كيعجبك ولقيتي فيه داك الشيء اللي بغيتي ماليه تمام، مولوع كيقول لك اودي انا كنسعى وكنخدم بواحد النوع ديال الكلام تنطيح في ديك الطير ماشي هو البيع، واخا يعطوني فيه اللي عطى كنبغيو الطير حنا يعمر معنا لا كتب الله. شنو هو الوصيه اللي كتوصل، شنو الماكله، واش كتمشي غير الموزوان كدير شي حاجه اللي هي كتعاونوا بها، كيفاش كيبان لك الطير خصو باش يبقى غادي مزيان وما يتاثر فيه كاع ديك الماكله؟ ويا اخويا اول حاجه هو النقا، شنو بغيت الطير يعيش لك مزيان يطول، النقاء الماكله تكون نقيه، الماكله ماشي كبعض كاين اللي كاين بعض الاخطاء اللي كيديروا الدراري هو، وزيد قضيه اخرى الماء، الماء يوميا خصو يتبدل، المقنينه نقيه الماء حتى هو كيضرب سهران وكضرب الكبده، الماء كيخلق مشاكل كيف ياكل كيف داير المرض كتلقى فيه شي ريحه لا طول هذا الفرخ، اي يوم تسيم كتشم فيه شي ريحه مش ديالي هذيك هي من الاسباب اللي كضرب الفرخ المصارن. ثاني حاجه الماكله خاصها تكون دائما هي كتغربل، مثلا عندك معرفه ضرب يومين عاود خويها في شي بلاصه في شي غراف كبير وعطيه الماكله جديده، هذيك الماكله كتشدها كتغربلها كتوحد داك الزبل داك الشيء وكتعاود ثاني تخدم به. هذه مساله اخرى. بغيتي ثاني الطير يبقى على صحه جيده غادا تطلع الخلا، مثلا فوق الشوك ملي يكرم أيه؟ شوك احمر، شوك احمر كتقطعها كاردونري كتقطعها، هذه شوك اللي غليظ كيبان لك غليظ شويه، كاين هذيك شوك احمر وكاين واحده اخرى تاهي ليها نوع عنده واحد الشوكه مزيانه، هذوك كتجمعها مع خنيشه مقيس، كدي معاك خنيشه مقيس تجمع داك الشيء كتجيبهم من الدار واحد العصا كتضربها مزيان كتاخذ داك السوسه مزيان تشد داك الماكله كتقرشلها كتهرمشها مورينكس كتهرمشها شويه، هذيك كتبدا تعطي الفرخ جوج مرات فيتشر جوج مرات في السيمانه، هذيك مزيانه ليس هي المصاران الكبده كتعطي الطير واحد القوه هذيك مزيانه، هذيك كطول بها الطير. وقضيه اخرى الخروج والكولوندير خايب الفرخ، الكولوندير الطير يطيح بزاف خاصو يكون عنده الخروج قليل ما يكونش خروج كثير، ما يبقاش ديما غادي بيه هنا غادي بينا، وخصوصا في القيسه ديال من ملي كتبدا الشتاء ملي كيبدا عندنا فصل الشتاء خاص الطير ينقص عليه الخروج يبقى في الكار ديالو، ملي كنزعموا الفرخ ملي كتكون حاجه دافيه مشمشه وداك الشيء عطيه اعطيه شمش وخرجوا كما بغيتي دير معاك القهوه دي عند صحابك ماشي مشكل، ولكن وقت اللي كتكون بدا الشتاء من عندك من شهر 10 حتى لشهر 3 خاصهم يخرج الطير يبقى مسمارو ويتصمت لكلامو راه غاتكسب طير مده طويله، اما لقيتي كتخرجوا في هذيك القيسه اغلبيه ديال الفراخ ضاعوا في هذه القيسه هذه، يكون ذاك الليالي كتجي كيقول لك ما تعرف طيري من طيري تخرج ليالي حياني، يعني الا كان عندك لا بغيتي تكسب طير خاصك تخرج الليالي عاد باش تخرج فرخك. تمام كاين اللي كيخرج فرخ على الصحاب وعلى في الدار، شي في الدار الا عندك شي بلاصه في كولوندير ولا كدخل شي بلاصه ما خصكش تحطو فيها دائما خصك ديال الشرجم عكس الباب، دائما فوق الباب ولا فوق الشرجم باش ما يدخلش ليه ذاك البرد اللي كيتم جاي، صعيب حتى هو هو اللي كيقتل الفراخ.
هذه المرحله باش ضمن باش من وقضيه اخرى لا دائما دير في قطره ديال الحامض شويه الخل التفاح في الماء هو مزيان الماء الحامض قطره ديال الماء هو مزيانه في نقي وقضيه اخرى ثاني في الماء هو بعد الا كان ما كيعطيش الماء ديال المعدني ديال الروبيني يديروا في شي قله ديال الطين ديال الطينه مزيانه تحيد داك الكلور وتحيد جابيل اللي كيلوحوا في الماء تحيد منه كتولي مشويه مزيان هذه سيفس انا مزيانه وقضيه البيك وداك الشيء ديال الطير دائما الكالسيوم كتعتمد حتى هو كتشد الفخر كتاخذ الغبره ديالو كتاخذ من الرمله ديال الواد الا ما عندكش الرمله ديالو تاخذ الرمله الحرشه ديال البحر كتكون فيها الكوكياج هي مزيانه كتشد تغسلها وكتنشفها وكديرها لي تاهي مع ديك السيبيا كتحكها السيبيا ديال زبد البحر كتشدو كتحكو وكطيب واحد الخلطه فيها اربعه انواع عندك الرمله السيبيا الفاخر ولا عندك شي رمله ديال الواد تاهي مزيانه هذيك هو مزيانه ولا بغيتي كاع تشد الطين شي طين هذاك الطين ديال شي قصريه ترسات ولا شي طين ترس كدقو تا هو هذاك الطين مزيان هو كديرو معاه كيعاون في الكالسيوم والفرخ الحمد لله سي خالد وصلنا لواحد المرحله ديال يعني ديال كنطلبوا من المولوع وكنشكرك بعدا على التجربه ديالك وتحياتي لك وكنطلبوا نطلبوا من المولوع يعطينا واحد الوصيه وصيه ولاعيه ما بين الاخوان والحباب وهذا يعني باش كتوصي هذه الاجيال اللي جايه والاخوان حنا ما دمنا حنا عائله نتواصلوا بيناتنا تفضل الوصيه ديال المهم الانسان يتعرف على الناس مزيانين ديال الولاعه خويا تعلم على الشيوخ هما المهمين ويحترمهم مزيان ويحترم الاراء ديالهم ويكون يتسنس هذه الوصيله نقول لهم كما درنا حنا لقينا الشيوخ ديالنا الله يرحمهم والدين راه ما باقيين حيين شي وحدين فرقوا الحياه كنا كنريحوا معهم كنا كنتولوا معهم كنسنتوا وكيفيدونا وصراحه راه تعلمنا في المدرسه ديال عين الشق زي السكر كنشكرهم كاملين هما اللي ريحنا معاهم واستفدنا منهم والانسان دائما يتصنت النصيحه لا يقول لي شي اخ ديالو يكون يقول لي كيفاش التجربه ديالو كيفاش تصنت ويريح مع المواليع وكنا كنمشيو كنريحوا مع الناس في ديورهم وكنشوفوا كيفاش كيخدموا ضروري خصكم تكون ماركي انت ملي كتدخل الدار ديال شي مولوع اش هو في الفراغ تعلم منه شوف كيفاش كيدير ونقول شي حوايج كاين ما عندكش انت شوف كيفاش كيحط الفرخ كيفاش كيتعامل مع الطير كيفاش حاط الافكار ديالو كتمشي عند الاخر حتى هو من هنا كتكتسب واحد الكم هائل من التجارب تمام اللي كتعرف على ناس وكتمشي عندهم وكتواكبهم وتعرف على ناس مزيانين وتبارك الله راه نهار عرفنا الناس الملاح صراحه كلهم اللي ريحنا معاهم كانوا مزيانين معانا والحمد لله استفدنا منهم كثير الحمد لله هذه هي الوصيه ديالهم الانسان يتصنت الودن والودن واحد القضيه يتصنتوا الفراخ اللي ما عندوش صحاب وعنده الفراخ يدخل لا يوتيوب راه فيه كل شيء يكسب مثلا الكوبيه بغى يتصنت الكوبيه راه يكسب الكوبيه غيطلع عليه الفراخ يتصنت الفراخ مزيان هذه هي المساله مهمه يتصنت الطيور ويتصنت الطيور كيفاش كيأديو وفين كيتعكل الطير وفين كيتكلم مزيان فين نقاط القوة ونقاط الضعف ديالو يعرفهم هذا باش الإنسان ديك الساعة مرحلة بمرحلة كيبدا يعرف كيفاش يركب تا هو وكيقاد وداك الشيء تمام ولما تيعرفش يركب راه غادي يمشي عند الإنسان اللي ذواق راه غيمشي عند واحد الأخ يقول له أخويا بغيت هذه راه يقاد لي لا ذوقو معقول أخويا خالد تبارك الله عليك كنشكرك بزاف الله يرحم الوالدين وشكرا على قبول الدعوه وتحياتي لك ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يتقبل منك هذا العمل لا انت ولا جميع الاخوه اللي دازوا الاخوان تبارك الله عليكم تحياتي للسي خالد مره اخرى وكنتمنوا يعني نستضيفوا ان شاء الله مواليع اخرين باش ان شاء الله يعطيو تاهما واحد الخبره وواحد المجهود اللي وتجربتهم اللي دازوا باش تكون واحد الفوائد عامه بين المواليع تبارك الله على خويا خالد نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يتقبل منك هذا العمل والسلام عليكم أمين. ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك الله يحفظك سي خالد السلام عليكم الاخوان تبارك الله عليكم تحياتي لكم جميعا وكنبغي نشكروا السي خالد جوغان على المجهودات ديالو على التجربه ديالو وتحياتي له وشكرا اخويا خالد على قبول الدعوه والاستضافه ديالك اليوم الحمد لله جيتي عندنا مدرسه مزاكان فمرحبا بك اخويا وربي سبحانه وتعالى ويخلصك على العمل ديالك وكل اخ نتمنى الله سبحانه وتعالى باش يجازيه على كل معلومه ووصلها لجميع الاخوان وشاركنا وشارك
المحبه ديال الاخوان. نتمنوا الاخوان باش نستضيفوا يعني ناس اخرين اللي باش تزيد تقوى المحبه والاخوه بين المواليع ونزيدوا نستافدوا اكثر. فالاخوان اللي هو معروف وشائع جميع المواليع هو شي كيكمل شي، الكمال لله. حنا شي كيكمل شي وبحاكم ان شاء الله حتى نوصل لواحد النتيجه اللي مشرفه وتكون عندنا هذه الهوايه نبيله وهوايه يعني اللي تكون عندنا واحد المثال باش ياخذوا علينا دول اخرين بالنسبه للهوايه ديالنا داخل المغرب. تبارك الله عليكم الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.